بس شكرا يا عم، احنا داخلين هنا. لا طبعا. فين يا ابني عماد باشا؟ وانا اعمل كل حاجه بنفسي يا حبيبي؟ الشمس كلت وشي، انا بعمل تن، حد يستعجلهن. ابو عزيز اقبضوا عليها. لا ايه ده، دي بنت خالتي، عديها. اوعى يا عم. شكرا. عامله ايه؟ ازيك يا ابو عزيز؟ منوره. اتفضلي. شكرا. منوره يا باشا. كرسيين يا ابني. ايه يا بت، ما حشكيش الزز ولا ايه؟ نسيت اعرفك، هاني خطيبي. هاني ايه؟ خطيبي. مفاجاه صح؟ معاك بطاقة؟ هلا. ايه مالك متوتر ليه؟ يا ابو عزيز بطل هزار، يموت في الهزار من وهو صغير والله. خلي بالك من هزاري. ماشي. رجع ابني كرسي. ليه مكسور ولا ايه؟ لا ظريف ولذيذ. ازيك يا بنت خالتي؟ الحمد لله. كده ما تساليش على الزوز ولا حتى تسالي على خالتك. معلش بقى. ناسية لما كنا نلعب في بير السلم. تلعبوا ايه في بير السلم؟ باتيناج يا هاني، باتيناج اطفال. ياه، بس اتفرج عليها بعد الباتيناج، كانت تقعد ترقص لنا الوش الفجر. ترقص لمين يا غندوره؟ كنت عيله عندها 7 سنين وبشنب كده يا هاني. اتفرج عليها وهي بتتحزم بالشنب وبترقص شيك شاك شو. كنت بتعملي كده فعلا؟ طفله يا هاني، طفله عيله بنت. امال طفله؟ مالك يا دافش لياد، انت مبرشم ولا ايه؟ طلع اللي في جيوبك. لا بقول لك ايه، انا مش هتفتش غير في الاسم. برشام ايه بس يا عبد عزيز؟ ده هاني ده راجل محترم ومبطل بقاله 4 شهور. لا هرجع له بقى. طب كني يلا. امورين يا بنت خالتي. معلش بقى يا عبد عزيز، كنا عايزينك في مصلحة كده. يا سلام، ده انت الغالية تأمريني، ده انت جاي من سفر. ثانية واحدة، تاخر يالا. اتفضل احمد باشا. اتفضل يا باشا. لا مؤاخذة قلبها مضيافة، بس دول قرايبي، دي قريبتي والواد ده معرفوش. هات يا ابني قهوة. مظبوط. ايه يا باشا؟ قهوة. مظبوط. قهوة مظبوط للباشا يا ابني. ايه يا عبد عزيز اللي بيحصل عندك؟ مفيش يا باشا، انا لمحت جسم غريب، وبحكم خبرتي وحنكتي في الداخلية انا شاكك ان هو قنبلة. فين هو الجسم الغريب ده؟ هات يا ابني الكيس الاسمر اللي تحتك. انت ما بتعرفش توطي ولا ايه؟ لا يا خفيف، هات يلا. بص يا باشا، هو يبدو للانسان العادي ان هو قنبلة، بس انا شاكك ان ده يكون منبه. اشتبه ايه يا ابني، دي قنبلة. جبت القنبلة منين يالا؟ يلا اجري، هنموت هنموت. اجري يالا اجري. ايوه ليه يعني المسكة دي؟ جر يالا. ما عرفنا انك ظابط. خلاص خلاص. نيلي نيلي خد يلا. ده بقى عبد عزيز قريبي، وده مستر سيف مدير الشركة اللي انا بشتغل فيها، ودي نيلي السكرتيرة بتاعتي. يا دين النبي، بقى دي السكرتيرة بتاعتك انت؟ شفت الزمن يا استاذ عبد العزيز؟ انبليفبل. ايه فعلا، يطلع من الزفار جمبري. عيب يا عبد عزيز، انا واقفه. لا مؤاخذه يا بنت خالتي. طب ما تقعدوا يا جماعه، اتفضلوا ونخش في الموضوع على طول عشان ما نعطلش عبد العزيز باشا. اجري يلا هات لي قهوه. لا على فكره في قهوجي يا باشا، ممكن تطلب منه اللي انت عايزه. ايه دي المعلومه الجوهريه دي؟ ما انا عارف في قهوجي، عايزك انت تجيب لي قهوه. ليه يعني؟ بكرهك يا اخي. ماشي. قهوتك ايه يا باشا؟ مانو. لا انا ماليش دعوه انت بتدلعها، بتقول لها يا مانو ولا يا ناني، انت قهوتك ايه؟ لا ده انت لذيذ كمان، انت تجري تجيب لي القهوه المانو وميه سقعانه. ميه ايه؟ سقعانه. انت بتضحك عليا. ميه سقعانه. بورسعيد نورت يا ست الكل. ثانك يو، ميرسي قوي. اموريني. الامر لله يا عبد عزيز، زي ما انا قلت لك كده بالظبط، عايزينك تدخلنا المينا، ولا انت هتكسفني بقى قدام مديري والسكرتيره بتاعتي؟ لا لا هو انا اقدر، بس هو الموضوع يعني صعب اليومين دول عشان المينا شده شويه، وانا لو دخلتكم على مسؤوليتي هتاذي. يرضيكي؟ انت بتكلمني ليه؟ هي اللي بتكلمك على فكره. ايه ده، هي اللي بتتكلم؟ اصلا انا فاكر يعني الصوت سابق الصوره. ده احنا جايين لك من اخر الدنيا، هتكسر بخاطرنا ولا ايه يا عبد العزيز؟ وانا اقدر اكسر بخاطرك يا حته كنافه؟ ده غريب جدا، انت ليه بتبص لي انا؟ هي اللي بتكلمك، هتدخلنا المينا ولا ايه؟ هو الموضوع عايز شويه ترتيب، بس ما تقلقيش. طيب لا احل قهوه هنا قدام عبد العزيز باشا. القهوه دي مانو ولا؟ ما القهوجي هم تساله هو. يا دي انت ليه مصمم تقول معلومات مهمه؟ ما انا عارف انه القهوجي، فاكره صاحب المكان. غور ياد من هنا. اجري هات لي علبه بوكس. مش هجيب. هات لي علبه بوكس ولا تركب البوكس. خلاص بقى يا عبد العزيز، سيبك منه وانا هبقى اجيب لك البوكس. ماشي، بس ما تقعدش. ليه يعني؟ ما بحبكش يا اخي، خليك واقف كده. معلش يا هاني، اللي يعمل ظهره قنطره يستحمل الدوس. مش حاجه.
ما قلتليش يا باشا، انتوا عايزين ايه بقى من جوه؟ عشان انا ليا حبايبي وممكن يجيبوهولك. جوه فين بالظبط؟ من جوه الميني. جوه. ده سؤال ذكي جدا. ميرسي. والله احنا كنا عايزين من جوه، كنا عايزين نوصل لكونتينر. ايه كونتينر ده؟ حضرتك شغال في الميني ومش عارف يعني ايه كونتينر؟ ما بحبش اختلط بحد. بس حضرتك كنا عايزين نخش الكونتينر ده نجيب. هنجيب ايه؟ ورق. هنجيب ورق من الكونتينر. عايزين ورق مهم لازم احنا اللي نجيبه بنفسنا من جوه. بص يا ست كل. لا 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 كده بقى كتير قوي. لا انا بلفت انتباهك بس، هو الموضوع يعني معقد حبتين، بس انا هظبط اموري وهبقى لغيكي. ممكن رقم تليفونك عشان الغيكي؟ Do something. لا هتشتم بالام ادوس على قلبي عادي. ركز معايا انا يا عبد عزيز، وموضوع التليفونات ده ما بيننا. انا كنت متاكده ان انت هترجعنا من بورسعيد مجبورين. وانا اقدر اكسفك يا بنت خالتي. طب بالاذن انا بقى. لا اله الا الله محمد رسول الله. عايزك في كلمه يا بنت خالتي. ماشي. رايح فين يالا؟ جاي معاك. خليك هنا. ليه ان شاء الله؟ يا اخي مالكش قبول عندي، ما بحبكش. وسع. عبد العزيز بيه. ايوه. انا شفتك فين قبل كده؟ انت تعرف النقيب علي ربيع؟ لا انا اعرف المقدم محمد انور. لا يبقى ما تقابلناش. صلوا على النبي يا جماعه قولوا اه. شفته؟ عندها حق على فكره، هو اللزج وملزق قوي، مع ان الناس اللي هنا مش كده خالص. ليه؟ ما هو لذيذ اهو جدا. هما بيقولوا ايه كل ده؟ اكيد بيقول لها ما تسيبك من البقف اللي اسمه هاني ده واتجوزيني. ما تحلوش يا عم الحلو. او عارف ممكن يكون بيقول لها ايه؟ سيب النعجه يا خروف. زي ايه يا عم فيه؟ كان بيقول لك ايه؟ قال لي انه موافق انه يدخلنا المينا بكره، بس بشرط. شرط ايه؟ يتجوز نيلي. ايه؟ الو الو. ايوه يا عبد عزيز. ازيك يا شوشو بنت خالتي؟ ايوه يا عبد عزيز باشا، انا جبت لك العلبه البوكس والميه الزعلانه. الميه السقعانه. خليك في حالك ياد يا رخم. ها قولي لي يا شوشو، في اخبار حلوه؟ عيب عليك ياد، ان شاء الله هتنول المراد قريب. والله انا قلت ما يجيبها غير شوشو بنت خالتي. هو انا عملت حاجه؟ ده انا يا دوب جيت بس افتح معاها الموضوع لقيت عينيها وسعت ووشها نور، وزي ما تكون كده ايه، لو كنت استنيت عليها شويه كانت قالت لي والنبي والنبي يا شوشو جوزيني الواد الحلو الاسمراني ده اللي اسمه عبد عزيز. معذوره برضه، وانا ما اترفتش. اقول لك انا من اول لحظه خدت بالي ان في عينيها القبول. اقفل اقفل في وش السك. المهم يا عبد عزيز، هنتقابل بكره زي ما اتفقنا عشان نخلص الموضوع بتاعنا ولا ايه يا قمر؟ لا بكره ايه، الموضوع فيه اربع خمس ايام. اربع خمس ايام ليه؟ انا اقول لك، انا اصلا دلوقتي جيت المينا عشان اشوف الكونتينرات اللي انتوا بتقولوا عليها، طلع محجوز عليها. وهو برضه اربع خمس ايام حلوين تكون امي جت من الجونه عشان تعين العروسه، عشان الواحد يخدم بقلب. وهو خدمه المعرفه تفرق عن خدمه الاهل. قول كده اعمل ايه؟ طلع زباله طلع زباله. ايوه يا زيزو انا نيلي. مش محتاجه تعرفي نفسك. يا سلام يا سلام يا نيلي، انت اصلا صوتك ما يتنسيش. وحشتني قوي. لحقت اوحشك كده بسرعه؟ ده انا يعني هما ساعتين، ده انت ما وحشتنيش. ما هي ساعتين دي مش حاجه قليله يا زيزو. يا لهوي عليها. ايه يا زيزو موضوع الاربع خمس ايام دول؟ انت مش عارف ان احنا مستعجلين؟ انا عارف والله يا نونة، بس انت يعني عارفه يا نونة؟ ايه نونة دي؟ لا يعني بقول لك نونة بدلعك، مش انت نيلي يتقال لك نونة؟ نونتي بنتي الصغيره. جغ جغ يا نونة. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ببوسك. ببوسك ايه؟ ده انا حسيت ان الروج طرف عيني. انا زعلانه منك يا زيزو، معقوله اول طلب اطلبه منك ما تعرفش تعمله؟ لا والله، بس هو الموضوع يعني معقد شويه، انا استخدمت كل سلطاتي. هو صعب عليك بقى. طيب يا جماعه كل واحد على قد امكانياته، زيزو مش هيقدر يخدمنا لانه هو يعني لسه على قده، خلاص احنا نشوف حد تاني اهم. لا 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 لا، لا استني عندك واظبطي الكلام، انت ما تعرفيش مين هو عبد العزيز. عبد العزيز لما يقول هيخلص حواري يخلصه. طب ايه رايك بقى انت بكره بالليل عند بوابه المينا؟ ولو ما دخلتوش هجيب المينا لحد عندكو. ثانك يو. ثانك يو على ايه؟ انت في ديك الساعه لما اخدم نونتي بطتي يعني مزتي.
شوفوا هاد بيتوني فين النهارده. استنوا بقى لما اكلمه. الو، ايوه يا عبد عزيز، انت في المينا؟ احنا واقفين عند البوابه اهو. خد نيلي عايزه تكلمك. انا مش هتاخدي. ايوه يا زيزو، انت كمان وحشتني قوي. احنا مستنيينك. Can't wait to see you. ده مش فرنساوي على فكره، ده انجليزي. باي. لزج وغبي ومشل ومعصب. بصي يا نيلي، احنا هنركن بعيد عن المخزن وندخل كلنا جوه، وانت تفضلي مع عبد العزيز. ايه الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ تسيبيني مع عبد العزيز ده يعني ايه؟ انت عارفه لو حد عرفه شافني وانا واقفه معاه وافتكرني صاحبته هيبقى شكلي ايه؟ ده اللي همك؟ لا بقول لك ايه، انت لازم تفكي كده، لازم تلهيه عنينا عشان ندخل ندور على الفلوس، والا هنلاقيه بينطلنا كل شويه ويشوف احنا بنعمل ايه. لازم تمايني مع الراجل وتدي له ريق حلو، وما تسالينيش يعني ايه ريق حلو عشان مش عايزه اعرف. ما انا مش فاهمه يعني ايه ادي له ريق حلو. يعني تاخديه على حجرك كده. اخده على حجري ايه يا حيوانه انت؟ يا ستي انت فاهمه غلط على فكره، هي مش قصدها اي حاجه عيب، هي تقصد يعني ان ده راجل حياته قاسيه وممله، فانت يعني تدلعي عليه وتتهاوني وتوري له مثلا حته من الكتف، حته من السمانه، حته من الورق. كتف ايه وسمانه ايه يا قليل الادب؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ دي انسانه محترمه، مش معنى ان ابوها محبوس معنى كده انها تبيع نفسها. ابيع نفسي ايه؟ متخلف انت كمان يا جماعه، انتوا فاهميني غلط على فكره ومكبرين الموضوع. انا قصدي يعني اننا مش عاملين كل دوت عشان الفلوس. خلاص ما تجوش بقى دلوقتي وتعصلكوا. خلاص خلي خطيبتك بقى تبين الدبوس والسمانه. ولا مالكش دعوه بخطيبتي ولا بدبوس خطيبتي. اشمعنى انا؟ اشمعنى تحب بقى اقول لهم بقى مين امبارح اللي كان مبين ورك وصدر ودبوس؟ عم سوبرمان. بس ايه اللي حصل امبارح؟ تخيلي يا نسا نيلي واقف على طرف السرير ومصمم ان هو ينط. مفيش حاجه حصلت امبارح. هتبيع نفسك؟ اكيد مش هبيع نفسي. وما تتوهش، ايه اللي حصل امبارح؟ انا مش بتوه، انت اللي بتتوهي عشان انت عايزه تبيع نفسك. بس خلاص عبد العزيز جه اسكتوا. حتى مشيته كارثه، شاروخان قوي. وبعدين هو لابس نظاره ليه بالليل؟ عامل ليزك. يا سلام، هتبقي زوجة رجل مهم. يا انت قاعده قدام عشان تبقي اول واحده تشوفيني. شفت بقى؟ طب خشي. انت هتعمل ايه؟ هقعد جنبك عشان ما نزنقش الجماعه ورا. هو عشان ما تزنقش الجماعه ورا هتقعد على رجلي؟ لا يعني انا سفيف، بس خديني جنبك. سفيف ايه؟ هو ميكروباص؟ انا اسف معرفش انها واخده اتنين قدام. هقعد ورا وعيني عليكي. اوكي خش جوه بس عشان نزل قريبا. ادخل يا سامي. اهلا اهلا. افتح يا ابني. فل عالباشا. بس هنا يا استاذ سيد. بس اتفضلوا. ورا الجهاز العملاق ده هو المخزن اللي بتدوروا عليه. متشكرين قوي يا عبد العزيز، تعبناك معانا. خليك انت بقى هنا عشان تراقب لنا الجو لو في حاجه تقول لنا. وانت يا نيلي خليكي هنا مع عبد العزيز عشان تونسيه. طبعا انا تحت امر عبد العزيز. طب يلا يلا بينا. احنا هتبيع نفسك يا نيلي؟ بس بقى بطل. خلاص ما تزبلوش العربيه. اوكي يلا امشي. شريهان خلي بالك على الجاكيت بتاعي، اوعى يحصل له حاجه. هاي زيزو، تحب اونسك هنا ولا اونسك في العربيه؟ والله سؤال محير. اخاف اقول لك ونسيني هنا يطلع الونسه في العربيه احلى، اخاف اقول لك ونسيني في العربيه يطلع هنا احلى. طب ما تيجي نجيب العربيه هنا وتونسيني هنا في العربيه. انا مش فاهمه منك حاجه، تعالى ترمي هنا. الحلو وقع يا معلم. ممكن تبعد عني شوية؟ يا سلام من عيوني. لا يعني خلي فيه سبيس بيني وبينك، فاهم يعني ايه سبيس؟
ايوه فاهم طبعا، ما انا عندي كمبيوتر. سبيس يعني مسطره. المخزن اهو. يلا يلا. الكنز بقى في انهي علبه في العلب دول؟ وريني كده حياتي. الكونتينر اللي مرسومه في القصه مكتوب عليه رقم 19، يعني الكنز في كونتينر هنا مرسوم عليه رقم 19. لا لا لا، احنا ندور على المكتوب عليه رقم 19. انت غبي؟ ما انا لسه قايل كده، ما تعملش نفسك ذكي. انت غبي غبي بس عملي، انت عمال بتتكلم بس. يوه، احنا جايين ندور على كنز، يعني مش فاضيين لعب العيال ده. يلا. يا سيف. ايه يا عم خضتني؟ انت خضتيني. ممكن تشيل الكشاف ده من على وشك عشان شكلك مرعب قوي. بتخاف؟ بس ما تخوفنيش، ما ترعبنيش، مش ناقص انا. طب بقول لك ايه، لقيت حاجه؟ لا ما لقيتش اي حاجه ولا انا. طب فين هاني؟ مش عارف. هاني هاني انت يا زفت. ايه لقيتوا حاجه؟ لا. وانت؟ لا مفيش حاجه. طب كملوا كملوا. ماشي. بس انا واخد على خاطري يا بت يا نونة. اولا انا مش بت ومش نونة. يعني ايه واخد على خاطري؟ يعني نفسيتي تعبانة. Good for you. خدت والله، خدت good for you وبنادول كوند فلو، ما عملوش حاجة مع نفسيتي اللي تعبت منك. ليه يا زيزو، هو إيه اللي حصل؟ ببعتلك طلب صداقة على الفيس وانت ما تقبليهوش. أنا ما فتحتش فيسبوك من امبارح، معلش أنا أسفة. لا يبقى افتحي وبصي على الكومباوند بتاعك. أبص على إيه؟ الكومباوند. أنت ما عندكيش كومباوند على الفيس؟ هو اللي على الفيس ده اسمه كومباوند؟ آه معروف. واللي على انستجرام كومباوند برضو؟ واللي على تويتر. امال اللي بنسكن فيه اسمه ايه؟ لا ده بلوكات. ابقي بس افتحي الكومباوند هتلاقي صورتي وانا عامل كده وكاتب عليها امين الاحزان. الف سلام عليك. انتوا ايه، فيصتوا ولا ايه؟ انا قلبت الدنيا على رقم 19 ده، مش لاقيه خالص. يبقى اكيد موجود في مكان تاني او رقم تاني. مستحيل، الرقم اللي موجود في القصه رقم 19. يوه، هو جدي ده غاوي فرهدنا ودايما يفقع مارتنا بفزلكته دي. استنى ايه من واحد فاضي عمال بيكتب في ميكي؟ راجل تافه اصلا. ما تحترم نفسك ياض انت ياه. ما انت لسه شتمة جدك من شويه. ادعي على جدي واكره اللي يقول امين. انا ما قلتش امين، انا قلت انتوا بتقولوا ايه؟ ده انتوا لو ماشيين في سوق الروائي مش هيبقى الحوار كده. يا جماعه احنا بندور على كنز، كنز. شوفوا هنعمل ايه. انا بقول نفتح الكناتر دي ونشوف كل واحد جواه ايه. نفتح هي علب تونه؟ احنا لو قعدنا نفتح الكناتر هنقعد يومين ثلاثه. طيب ممكن اعرف بس هي ايه الكناتر وانا افتحها؟ بس انا مش فاهم يعني عامله ازاي. ياض ما هي الكناتر هي واد، ده كونتر وده كونتر وده كونتر. لا دي كونتينرز. زرز. كونتينرز مش كناتر. ياض كناتر ياض، مالك طاري كده ليه؟ كناتر زي الكناتر الخيريه. حلو يا سوسو. هاني شريهان تعالوا شقلبوني.
نعم بقول لكم شقلبوني. شقلبك ده ايه ياض؟ ما تظبط كده. خلاص ما تشقلبنيش، انا عرفت الحل، الحل بالمقلوب. ما فهمناش حاجه يا ابني، سهله وبسيطه، تعالى شقلبك عشان تفهم. تعالى. طب ما تيجي انا شقلبك شقلبه مش هتعرف تتعدل بعدها. انت فهمت ايه؟ مش قصدي على فكره. فهمت اللي في دماغك. لا مش ده اللي في دماغي يا حبيبي. بص انا فاهمك، الكونتينر رقم 61 دوت هو اللي فيه الكنز. مش هتفهم انت لما تقلب ال 61 دي هتبقى 19، الرقم الموجود في القصه زي كل الغاز ميكي. الحل بالمقلوب. يس 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 يس. يا عم يا صياد رميت شباكك فين؟ عم يا صياد عم يا صياد عم يا صياد رميت شباكك فين؟ عم يا صياد رميت شباكك فين؟ كل ما اصطاد يطلع لكم تعبين. برافو برافو يا هاني. ايوه برافو جدع يا هاني. يلا يلا. لا انا مش قادر ادخل. ليه؟ اصل انا عندي فوبيا من الاماكن المغلقه. بقول لك ايه، مفيش حاجه اسمها صوبيا الاماكن المغلقه، هي صوبيا الرحماني بس. لا في صوبيا في حاجات كتيره تانية حلوه، بس بصراحه مفيش احسن من صوبيا الرحماني. اللي في السيده؟ اللي في السيده بقى. لا وفي في تاني واحد تاني في شارع المعز. اه ده عنده حلو. خلصونا بقى في ام اليوم الاهبل ده. يلا يلا انا امسك ايدك ما تخافش. خلي بالك مني عشان انا بخاف جدا من الاماكن المغلقه، لان قبل كده وانا صغير اصلا اتقفل عليا اسانسير وانا وهو بقى، وانا كنت في الاسانسير مش لوحدي بقى، كان معايا ايه بقى، واتقفل علينا كان معايا شنطه سفر. سبحان الله. وانا برضو وانا صغير برضو كنت بلعب استغمايه فاستخبيت في الفرن وهم كانوا مشغلين الفرن ساعتها. بص هنا حتى هتلاقي حرق كده اهو. وريني كده اهو. لا مفيش حرق، في ريحه خميره. ما احنا كنا عاملين كيك. اقسم بالله لو ما سكتوش لاديكم بالجزمه دي على دماغكم. وانت يا سيكي ميكي انشف شويه. يلا ادخل. حاضر. يلا ما تخافش ما تخافش. يلا. لا يلا ايه؟ يلا خش. لا ما تخافش ما تخافش. واحدة 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 واحدة. يلا يا هاني. ايه؟ تعالى دور في الصندوق ده انا خايفة. حاضر حاضر. الحق. ايه؟ المكان مطرب قوي. ما لازم يبقى مطرب. انت بتقول ايه يا ابن انت؟ شوف كده الصندوق اهو. شو شو؟ اه فستان الفرح اهو. بس تغسل بس هيبقى كويس. ايه ده؟ ايه؟ لقيتي حاجة؟ مفيش كنز. وفي ده؟ يلعن ابو كده يا شيخة. ما تلبي نفسك يا ده انت. لا هو مش قصده، هو كان قصده يقول بس يعني ان جدي كايف قوي. ما تحترم نفسك انت جمهان. هو ما يقصدش، هو قصده ان جدك ده ابن. ما بس بقى يا ده انت وهو. وخلينا اتنقل احل الكلمات المتقاطعة. يا ربي ربنا يسامحك يا جدو. Thank you.
خدت بالك؟ سمعت حاجة؟ اه ايوه سمعت في حاجة. انا ما سمعتش حاجة. ما انت مخدود ليه؟ انت المخدود على فكرة. ايوه. لا بقى شفت حاجة صح؟ ايوه شفت، اتخيلت بحاجة بتعدي. يبقى بيتهيألك. يبقى بيتهيألك. ما انت ما شفتش؟ ما شفتش حاجة. انت كذاب على فكرة. نخلص النهاردة؟ هم الموظفين كده، نيجي نخلص شغلنا يقعدوا يحلوا الكلمات المتقاطعة. لا يا اخويا، 7 ايام اجي لها كل عايز الواد ادارة تانية ومش عارف. تعرفي ان احنا فينا حاجات كتير شبه بعض؟ اصل انا كمان مدمن جيمز على المحمول. بتحب ايه بقى جيمز على المحمول؟ بحب العب كل حاجه، يعني الطيور الغاضبه، المزرعه السعيده، كيف تحمي التمساح. مفيش لعبه اسمها كده. ازاي دي مشهوره عندنا؟ يديكي شويه ميه وتقعدي تحفري للتمساح لحد ما يوصل للميه يتشطف بيها. واسمها على الستور كيف تشطف التمساح. ايوه بس بالانجليزي، كيف تشطف اللاكوست. بقولك ايه، انت عمرك صاحبت قبل كده؟ يعني في بنت في العالم حبتك قبل كده؟ بص مني يعني واد امور وشيك، فتلاقي بنات العالم كلهم عليا كده. لا انت شيك قوي بصراحه. ميرسي. عجبك الاصفر؟ تحفه. كنت متاكد، اصل ماشي مع لون شعري. طب اقول لك حاجه، عارفه كل تقليعات عمرو دياب؟ قول لي بقى اني واخدها منك. لا كنت اقول لك حلوه عادي، انت ليه شايفاني كذاب؟ لا خالص. وانت ما قلتليش انت صاحبتي قبل كده؟ انا صاحبتك كتير جدا. الله، بعشق الست الخاينة. تاخد تشطف التمساح وتسكت شوية حبيبي يا لاكوست. ها يا أمي، فهمتي حاجة؟ لا، بس اللي فهمته من الكلمات المتقاطعة دي إن الحل في قصة العقد بتاع الجدة بطة. طيب بتحكي عن ايه بقى القصة بتاعت الجدة بطة دي؟ الجدة بطة دي كان عندها عقد غالي قوي، وفي واحد راجل عايز يشتري منها عشان يديه لمراته في عيد جوازهم. العقد ده ضاع، فضلوا يدوروا عليه كتير قوي، وفي الاخر بقى اكتشفوا ان لوز نايم على العقد في المزرعة. كان عامله مخدة يعني. طيب يا جماعة تمام، احنا نطلع على المزرعة واكيد هنلاقي العقد هناك. نطلع على دي في مدينة البط. طب ايه يعني، هي بعيدة مدينة البط دي؟ بعيدة ايه؟ في الفيوم مدينة البط. ابن الفيوم قريب، احنا نركب من الرماية اي حاجة. بس بقى يا زريف انت وهو، احنا مش فاهمين حاجة، لازم نلاقي حد بيفهم. ما هو يا اما عم بدق يا اما عم عبدالله. يا جماعة استهدوا بالله، انتوا الياس راكبكم ليه؟ احنا نشوف المجلة العدد ده. فار 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 فار. مين ده؟ يلا يلا نمشي. انا قتلته. لا يلا، انا قتلته، انا قاتل. لا لا انت مش قاتل، ده كان دفاع عن النفس. انا قتلته ده. لا لا ما تخافش، لا مش انت، مش يلا انت. يلا 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 بسرعه يلا. اتحرك اتحرك، هاني استناها هاني.